تقول لي البلوجرات اللي احترقت بيوت ثاني يوم ثاني 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 يوم تب يتعوضن. ليش ما حلينا قصة حشد الدفاع؟ ليش ما حلينا قضية الصحوات؟ ليش ما حلينا قصة كل من له استحقاق على الدولة؟ هسه على أقل تقدير نشوف وين المشكلة بهذه. سمعوا هاي المرأة اللي زوجها شهيد بحشد الدفاع، اسمعوا. أني زوجة الشهيد حشد الدفاع، هو مو حارب على مود الوطن، مو انطدم على مود الوطن، أناشيد كل إعلامي، كل عراقي كل عراقية توصل هذا الصوت. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الدولة، وينكم؟ تقبلون نجدي بالشوارع؟ تقبلون هذا اللي يصير بيني؟ أبو الإيجار يريد يطلعني من البيت، ما عندي أدفع إيجار. الله أكبر، حتى صعب علي يطلع صوتي وأنا أشد، حتى صعب علي وأنا بهذا العمر وأنا صغيرة. تقبلوها؟ تقبلوا هذا اللي يصير بيه؟ وينكم؟ وين الدولة؟ وين أهل الغيرة؟ مو ظلم هذا اللي يصير؟ ارجع لي بشرفكم زعماء الأحزاب، أهل الغيرة، رجال الدين، بشرفكم حرة عراقية قام يطلع صوتها تقولكم أنا مرت الشهيد، أنا مرت الشهيد، ما عدتها إيجار، تخاف تطلع عن الطريق، وما طالبة من عندكم لا خلفة تطلع عليكم أن تطوها من جيوبكم. زين هو من أخذتوه وأخذ قاتل واستشهد، وبحشد الدفاع أو بالحشد الشعبي أو بالاتحاد أو أي عنوان عسكري ويموت، هو إلى الآن ما تقول له توصيف، ما تطونا حقوق. زين إلى متى تبقى هاي الحرات العراقيات إلى بهذا الشكل تتوسل من فلان وفلان؟ زين، وعلى قولت أسراء تقول تذكرني أسراء، تقول البلوجرات اللي احترقت بيوت ثاني يوم ثاني يوم تب يتعوضن. لكم والله من فوق يباوع، والله العظيم صوت هاي المرأة وغيرها والله العظيم راح يبهذلكم أمام الله، والله العظيم راح تدفعون ثمن ما راح يدفع أحد. والناس ما طالبة زوجة شهيد وبالحشد الدفاع. زين حشد الدفاع شنو فرق عن الحشد الشعبي؟ ذولا ولياداتنا وذولا ولياداتنا، مثل ما نقدس هؤلاء نقدس هؤلاء، ومثل ما نتحق لهذا نتحق لهذا. يومية وتخابر، وقال لك المعالي رفعناها إلى مكتب القائد العام، وطلعت من مكتب القائد العام. لا بابا، ابني، أخي، صديقي، أستاذي، سيدي، قضايا الشهداء غصبا عليكم تنحل، وغصبا علي وعلى خلفني أتناولها، وغصبا على الجميع أن يقف صاغرا هو وكرسيه وماليته ودولته وحكومته. زين من أجل ذولا ما يتحملون بابا لجان، يا حكومة اللجان. وأنا سعد حبيب الأستاذ نجم ربيعي، سعد أنت حق الإنسان الشجاع عمي، وظل حق بهذا البلد. ظل وين غيرة الزلم لما حرة عراقية بالتلفزيون أمام العالم تتوسل على حقوق زوجها الشهيد، وعدكم يوم أبشر الشهيد تحتفلون به؟ شنو هالعمات العين؟ أبشر الكتل السياسية من علامك، وأبشر رئيس الوزراء، وأبشر الكل. هاي اللي ناشد قبل كم يوم أبو الآجار طلعها وسا قاعدة ينبيتها، وإذا تحب اتصل عليها واسأله قعدت ينبيتها سي حالي. ابعث لي تليفونها يا سعد، ابعث لي تليفونها، ها، وغصبا على الحكومة والدولة أن تنطيها حقها وترجع، غصبا على الحكومة. أستاذ نجم هذا استشهد في عمليات ديالة، وعنده رسالة حركات، ويوصل اسمه للتقاعد العام. هذا مو هو طبعا حشد الدفاع الشهداء جميعا، بس اليوم احنا عندنا اصبحت عوائل الشهداء استاذ نجم من خلال صوتك اخي سعد الشريف، عوائل الشهداء صارت تجدي بالشوارع لان حشد الدفاع، لان عراقيين. عمي ما عندنا حزب، عمي ما عندنا ولا غير العراق، عمي فضوها يرحم اهلكم. كافي راح يعني سعد. بالقنوات قامت سعد. تطلع النشوان سعد. والله جريمه. تواصل مع 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 السيده اسراء، اعطيها رقم التليفون، ابعث لي
تليفون هاي المرأة. هاي المرأة بعت لي تليفونها حتى كل موجود إذا موجود عند أسرار. أنا شخصيا راح أتابع هذا. لكن قل لي هم الآن من المرأة قدمت للدولة ما يقبلون يسولوا معامل الشهيد، ليش؟ عندها نقص، عندها غيره، شنو ليش؟ لا لا كشي معنى إيه شي يقولونها بابا شي يقول... أخي شي يقولونها أستاذ حسن، أنا راح أحكي لك صفتي إدارة بهذا الموضوع. أستاذ نجم هي راجلها راح التحق بالدوام مستشهد، صح لو شلت وكتب شاكل وفاء استشهد أثناء الواجب. يا سنة استشهد ب 2019. أي ضرب قناص بالبساتين، بساتين جالة تعرف جالة لحد ما بيها الحرب. يومية الكتاب رايح الكتاب جاي، راح للتقاعد رجعه وحشاك شلت. أي شي يقولون أخي حتى من نسولف على بينة، يراح ورجع راح والله ورجع. غلط غلط الفقرة، غلط الفقرة أبو 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 الكتيبة الدبابات اللي مشهور عليه، غلط الفقرة. هاي الجيش ويراتهم يتحملونها يعني المرة هاي المرة عيب والله يا أستاذ عيب. لا أنطوهم والله الدولة التي لا تحترم شهيد هذه ليست دولة، والحاكم الذي تضيع حقوق الناس ومرأة عراقية تزدجدي على الهواء، والله لازم الكرسي أكسره بالقع. ماشي سعد استاذ نجم، احنا قمنا دعوه بالمحكمه الاداريه. تدري وزير الدفاع شو يقول؟ ايه يقولوا ما ضافوا في موازنه 2019 بس ما موجودين. يما فدوى الموازنه 2019 وفدوى الموازنه 2014 وفدوى للحراميه الباقه والبلد، وخلوا نسوان الشهداء الجدي واخر ما تبقى. والله اخر ماكو استاذ نجم من مبارك الشريف لكل القضاء العراقي العادل. عندنا جلسة يوم 26/2 بهذا الشهر، هي القرار النهائي. قال ما عندهم أوامر قسم ثاني. شوف الحجة أستاذ نجم، جبت له أوامر قسم ثاني، وحتى إذا تحب أرسل لك إياها مع 6 أسرار. هذه المرأة شو تصير لك سعد؟ القوات العسكرية. علي الأستاذ هذه المرأة شو تعود لك؟ هاي ما تعودني شيء. ما تعود لك شيء. مرة شهيد. ومو بس هاي، أكو يعني أكو بعد فيديوهات عندنا نسوان شهداء بس قلنا نستحي. ليش انا ما ادري بيهن يا اخويا؟ كانت تعلم اليتيمه علبتي، ما ادري بيهن. عموما الله يبارك فيك.